هناك من يقول وهم كثر عن حجية السنة ومفهوم السنة هي الحديث النبوي. والحجية الأساسية التي يأخذونها هي من علمنا الصلاة والصلاة كم ركعة. أقول وبالله المستعان أن الله تعالى في الآية المحكمة سورة النور 56 في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وضع الصلاة والزكاة مع الرسول وهي محكمة. لذا فإن تفصيل الصلاة والزكاة جزء منه أخذناه من الرسول وجزء آخر موجود في التنزيل الحكيم. فمثلا في التنزيل موجود الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، موجود عدم اقتراب الصلاة ونحن سكارى في هذه، وموجود أوقات الصلاة. أما آلية الصلاة وعدد الركع أخذناها من الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام. هذا لأن هنا طاعة الرسول متصلة مع طاعة الله، ولا يوجد فضل لأحد أن الرسول إذا صلى الفروض، لأنه صلى في سنة بعد الهجرة أو قبل عند الهجرة، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 50 إذا كانت هناك الفروض 17 ركعة في كل نهار وليلة، صلى لا يقل عن 50,000 ركعة. أفترض نصفهم صلاهم أمام الناس، فمعناته الناس لا يمكن أن تنسى الصلاة وحركاتها وعدد الركع، ولا فضل لأحد على أحد إطلاقا. الخلاف هو في التفصيلات، وكله معه حق في التفصيلات، تفصيلات الوضوء، القراءة، التشهد إلى آخره. هذه التفصيلات الرسول كلها فعلها، ولك أن تختار ما تشاء منها. والصلاة وبالنسبة للزكاة، الرسول سبحانه وتعالى وضع الحد الأدنى للزكاة، فما فوق الحد الأدنى هو الصدقات. أما إسقاط هذا وكل هذه الأمور لا علاقة لا بكتب حديث ولا بمحدثين ولا بفقهاء، إسقاط هذه الأمور على كل شيء هذا غير صحيح إطلاقا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الزكاة والصلاة من الشعائر، أما قانون الحياة وتنظيم الحياة والسفر والزواج وآلية الزواج وآلية الطلاق، كل هذه الرسول تبع فيها أعراف العرب، واتبع قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. وخذ أكثر شيء ما يتوسر به على الناس، ومر بالعرف أن الأعراف هي من أساس التشريع في كل المجتمعات، والأعراف تتغير من مكان لآخر ومن زمان لآخر. وبالتالي الرسول في آلية الزواج والخطبة، والرسول في السفر وفي لباس المرأة، اتبع أعراف العرب في ذاك الوقت، وعلينا كنا أن كانوا أن يطيعوه في ذاك الوقت لأنه اتبع الأعراف. ونحن إذا ذهبنا إلى فرنسا نتبع أعراف فرنسا، وإذا ذهبنا إلى اليابان نتبع أعراف اليابان في اللباس. أما في الحجة في قوله في الآية الحشر 7 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، إلى قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، هنا ذكر أتاكم الرسول. أتاكم الرسول هناك ولي أمر، لأنه نميز الفرق بين فعل جاء وفعل أتى. جاء هو من 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 مكان إلى آخر، أو من 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 معلوم من مجهول إلى معلوم. عندما جاء الهدهد قال لسليمان أحط بلا محيط به وجئتك من سبأ بنبأ، أي أنه حمل إليه أنباء لم يكن هو يعرفها، يعني ليست في معلومات سليمان، جاءهم معلومات خارج منظومته المعرفية. لذا قال له جئتك من سبأ بنبأ، والنبأ أصلا غيبي، يعني والأصل النبأ أصلا غيبي. إبراهيم قال يا أبتي لقد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي أن جاءني من العلم، هذا جاءني من دائرة، لا هذا المعلومات غير موجودة في دائرتك المعرفية. لذا قال جاءني من العلم ما لم يأتك. وعندما تحدى الناس كلهم قال
قل لأن سمع قال قل لأن سمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لماذا؟ لأن الإتيان من عندك يأتوا بمثل يأتوا يعني تأليفهم من عندهم. فأتوا بعشر سور فأتي بسورة من مثله. والمرأة عندما ترتكب الفاحشة ترتكبها هي بجسدها لا بجسد غيرها. ويأتينا الفاحشة الزكاة الإنسان يزكي بماله قال يأتون الزكاة. لذا جاء من دائرة إلى دائرة وأتى من نفس الدائرة. لذا عندما قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم يتكلم عن دائرة الرسول من عنده أي كان كولي أمر. لذا قال من دائرته أتاكم لو كان وحي قال ما جاءكم. قوله تعالى لا يأتونك بمثل أي من عندهم إلا جئناك بالحق أي من عندنا. وبالتالي اتخاذ هذه الآية حجة هذا مردود عليه. الرسول كولي أمر استعملها وكان يحق له. لو أن الرسول أمرني أن لا أنام ثلاث ليال سأقول له سبعا وطاعة لأنه ولي أمر. ولكن هذا لا يسري بعد وفاته. والسلام.